مساء الخير والنفحات الإيمانية، مساء محمل بعطر الليالي الرمضانية. أخفى الله القبول لتبقى القلوب على وجل، وفتح الله باب التوبة ليبقى الإنسان على أمل. أسعد الله مساءكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج صنائع المعروف المقدم من جمعية صلة. يشرفني ويسعدني النهاردة معايا في البرنامج الدكتور أحمد فضل، الباحث والكاتب الإسلامي. نورتنا يا فندم النهاردة، ونحن سعداء يعني بوجود حضرتك معانا. وأنا أسعد إن شاء الله. برنامج صنائع المعروف من اسمه بيتكلم عن عمل الخير والصنع المعروف. مقدم من جمعية صلة، بنقدم لها كل التحية والتقدير. وبندعو السادة المشاهدين بتواجدهم معانا في الجمعية. واحنا هنتكلم عن نشاط الجمعية ان شاء الله في خلال برنامجنا اليوم، وهنتكلم برضو عن معنى صنائع المعروف وفضل الصدقات وما هي زكاة الفطر ومقدارها. فمبدئيا هنتكلم عن كلمة صنائع المعروف، وهل المعروف صنعا ام هو طبع في الانسان؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المعروف إنما هو عمل صالح، والصناعة إنما تأتي من قبل التوفيق، توفيق الله عز وجل للعبد، بمعنى أن المعروف إنما أمر الله به، والأعمال التي تؤخذ من قبيل الأعمال التي تصنف في أعمال المعروف إنما هي أمر الله بها تبارك وتعالى. ولكن لابد أن نعلم ليس من طبع الإنسان أو في كل إنسان صنائع المعروف، إنما تنمى وتؤخذ من شرع الله تبارك وتعالى، من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي الله تبارك وتعالى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول نصنف بقى المعروف من ناحية الصدقات، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فكل عمل صالح يعد من صنائع المعروف. ولكن بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، قال وصدقة السر تطفئ غضب الرب. إذن هنا نشتق إن من أهم صنائع المعروف التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى الصدقة، سواء كانت في السر أو في العلن. فباب الصدقات أو التقرب إلى الله بأنواع الصدقات من أفضل أنواع القربات لله تبارك وتعالى. ولكن أنا عايز ألفت نظر حضرتك لحاجة في غاية الأهمية لابد أن نؤصلها في بداية اللقاء، اللي هي إيه؟ أولا لابد أن نعلم أن المال الذي امتن الله به تبارك وتعالى على العباد إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، حتى عشان بس نعرف يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطى للغني ولم يعطي للفقير. المولى تبارك وتعالى هو الذي ملك بعض العباد ولم يملك بعض العباد. إذن يعني لابد أن يؤصل الغني أو من ما أنا برضو أكيد كلنا بنسأل إيه الحكمة من أن هناك بعض الناس ربما يكونوا وليسوا أسوياء ولكن لديهم مال كثير وجم، وهناك البعض الآخر من الناس أيضا ربما بقى يكونوا أسوياء ولكن ليس لديهم شيء. حلو، جميل، ما شاء الله، تمام. عايزين نقول حاجة، الحكمة من كده لازم ما هنا نظرة الناس، النظرة العامة للناس من ناحية المال إنه كل يعني غالبا الكثير ينظر إلى المال على أنه خير، ولكن المال لابد أن نعرف أن نعلم أنه ابتلاء، يعني الأصل في المال أنه يبتلى العبد به. فإن وفق أولا أن أخذه بطاعة الله وبالحلال الطيب فهذا نعم المال الصالح للعبد الصالح. أما إن أخذ العبد المال بطريقة غير شرعية أو من هنا وهناك وأخذ يعني هزبت لحضرتك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله يعني بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فقد يملك العبد المال ويفتح الله له كثير الأبواب الكسب من الأموال الكثير، ولكن يعني لابد أن يعلم أن هذا إنما هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى. نؤصل أولا أن المال مال الله عز وجل، يعطي الله
تبارك وتعالى المال لبعض العباد ويمسكه عن البعض. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى الأصل إيه؟ مال الله الذي آتاكم. ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى الأصل في المال أنه مال الله تبارك وتعالى. حتى برضو ربنا سبحانه وتعالى لما دعا الناس إلى الإنفاق قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. عارف حضرتك يعني إيه مستخلفين فيه؟ يعني المال أصلا مال الله تبارك وتعالى. حتى لما أنت مثلا لو حضرتك هتتدبري في المال، المال كان مملوك لغيرك قبل أن تتملكه. يعني أنت بطبيعة الحال أنت ولدت بدون مال، سواء أخذته عن طريق الميراث سواء أخذته عن طريق عمل. المهم أن الذي وفقك الله أو وفقك لأخذ هذا المال إنما هو الله تبارك وتعالى. تملكت قطعة من الأرض، تملكت بيتا، تملكت شيء، ملكك الله إياه وأعطاك الله له فاستخلفك الله عليه تبارك وتعالى. الحكمة بقى من إن بعض الناس فقراء أو بعض الناس أغنياء، دي حكمة عند ربنا سبحانه وتعالى. فقد يعني من العباد لا يصلح إلا حاله الذي عليه، من الفقر أيضا، من العوز، ومن العباد لا يصلح إلا الغنى. ولكن لابد أن نعلم في كل الأحوال، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني قد يبتلي الله تبارك وتعالى بالسعة وبالمزيد وبالعطاء من الأموال. فهنا لابد أن نؤصل إذا ما أتاك مال انتبه حتى لا يكون هذا المال سبب في يعني في خسرانك للدنيا والآخرة. لأن خلي بالك موضوع الأموال ده كلما اتقى العبد ربه في المال كلما بارك الله له في الدنيا والآخرة. عايز أقول لك كمان إذا ما يعني العبد إذا أخذ المال من المعاصي وكثر ماله قد يكون هذا المال يعني سبب تعاسته في الدنيا وسبب عقابه في الآخرة. ولذلك هنا لازم نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية عن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الموضوع مش يعني عايز أقول أكبر دليل إنك إن المال مش مالك وهو مال الله عز وجل أنك ستسأل عنه أمام الله تعالى. حضرتك بتتكلم بتطرح علينا بعض الأسئلة من كلام حضرتك. تمام. فيمكن بعض القصص في القرآن الكريم متضمنة لأصحاب المال الذين أعطاهم الله مالا واسعا ولكن لم ينفقوها في سبيل الله. بالضبط، أصحاب الجنة الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى المال وارثوا هذا المال وكان أبوهم صالحا يتصدق ولكن هم أخذوا وتمسكوا بها ولم ينفقوا في سبيل الله فقدوا جنتهم وفقدوا. يبقى إذن حتى نقول هذا هنا اللي احنا بنبدأ به. وعندنا يعني قصة قارون الذي ربنا سبحانه وتعالى وآتيناه حتى في قارون برضو في المال ربنا قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ولكن لما قال إنما أوتي أتيته على علم عندي وقابل بطر بقبل نعمة ربنا بالكبر والبطر. يستوقفني بقى السؤال إن أحيانا بعض الناس بتجني المال عن طريق فعلا الجهد والتعب فبتعتقد إن لأ ده مش ربنا اللي رزقني أو جميل ما هو هنا ده بسبب مجهود وتعب وده على فكرة موجودة فكرة بالفعل ده صحيح موجود. يقول لك إيه ده أنا تعبت شقيت هقول له حاجة بس اهدى بقى كده. لما خدي بالك في قصة أصحاب الجنة صاحب الجنة في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه دي البداية بقى. خدي بالك بقى بداية الظلم لنفسه أنه يعتقد وينسى عطاء الله له فيظن أن هذا من عنده ودخل جنته وظالم لنفسه. البداية مش ظالم لحد هو كل المفترى أو كل النقاب النعمة ربنا بالبطر وبالكبر واخد بالك يعتبر هذا يعني سخط قابل نعمة ربنا بالسخط فإيه بقى نسي نفسه ظلم نفسه ولذلك ربنا ودخل جنته وظالم لنفسه قال ماذا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة والساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لا شوف بقى صاحبه لما ذكره بقى
وهي دي اللي انا برد على اللي يقول ايه، انا تعبت، انا شقيت، انا اشتغلت، انا عملت، انا بدات مثلا من الصفر، علمي اللي وصلني بذلك وشقي، لا اقول له ايه ده. طيب شوف رد صاحبه بقى المؤمن، قال له اكفرت، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت، اسمعي بقى، بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. طب انت بقى بتقول من الذي من عليك، من الذي خلقك، من الذي خلقك من نطفه ثم سواك رجلا، من الذي جعلك انسانا سميعا بصيرا عاقلا، من الذي، ما هناك من الناس من حرم من نعمه العقل ويتسكع في الطرقات ولم يؤت نعمه العقل، هناك من الناس من حرم من نعمه البصر، من الذي اعطاك نعمه البصر، هناك من الناس من حرم كثيرا من النعم التي مكنتك انت من هذا المال الذي حصلت عليه، فمن الذي أعطاك؟ إنه الله تبارك وتعالى. هنا لابد أن تخضع النفس وأن يتواضع العبد لله كلما أعطاه الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. إذن الأصل أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يبقى يؤصل هذا الذي يدعي أنما أعطاه الله على المال على علم، يؤصل أن الله خلقه، أن الله الذي أوجده، أن خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلا، ولتهدأ نفسه وليعلم أن الله هو الذي سيره والذي مهد له كل شيء حتى ملكه هذا المال، فلا يبتلى بهذا المال، فلا يعني يقابل نعمة الله بالبطر وبالكبر. أكبر جهل بالإنسان. وباك القصة أيضا بترد على السؤال اللي سألته لحضرتك في الأول، أتراني أنا أقل منك مالاً مالا وولدا، إن ترن أنا قل فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فهنا أنا كنت سألت حضرتك إن في بعض الناس أسوياء ولكن ما عندهم شمال، فهي الفكرة مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش. هو مش كل، ليس على فكرة، ما احنا هنقول، لو هنقول ناس يستحق خذي بالك ثم قارون لا يستحق، يعني بتصنيفنا احنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى في قصص القرآن وفي هذه إنما تؤخذ للاعتبار. ليه؟ لما ده قال إنما أتيته على علم عندي وقابل هذا، أنا علي أنا بقى أن أتعلم، وعليك أن تتعلمي، وعلى الناس أن يتعلموا. لما قابل نعمة الله بالكفر خسف الله به وبداره وبأمواله. يبقى إذن مش كل، يعني عايز أوصل حضرتك، يعني قد يكون الفقر هو الأفضل للإنسان عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول خدي بالك بقى. طب أنا عايز أقول لك حاجة فيها مهمة جدا، بالعكس لازم ننظر للدنيا أنها يعني في الأساس أنها دار مفر وليست دار مقر. بل أصلي معي، الأنبياء لم يتملكوا الأموال إلا قليل منهم، نبي الله سليمان يعني القليل منهم، لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، خير الخلق على الإطلاق. كان يمر على أهل بيته الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل بشهرين ولا يوقد في بيت رسول الله نار. يعني إيه؟ يعني النبي ما عندوش اللي يوقد عليه النار عشان يعمل أكل حلو ولا لحمة ولا لحمة، ما فيش، لا يوقد. تسأل السيدة عائشة فعلى ماذا كنتم تتغذون، يعني كنت عايشين إزاي؟ تقول ليس لنا إلا التمر والماء. نعم، وهو بيت رسول الله الذي ناداه ربنا تبارك وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى الرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده الكثير من المال. نعم، يعني فليس لحط أو نضع في عقولنا إذن هو ابتلاء وليس نعمة كما نعتقد. نعم ده أكيد، يعني هو نعمة إذا ما يعني وفق العبد فيه. أولا ما خدي بالك برضو، مش معنى أني ملكت المال إن أنا كده بقيت بخير. لا، لاني ما هو في واحد يقول لك ايه، طب انا بس هجيب من اشتغل واجيب اي يعني اي طرق بقى، وهتصدق وهحج وهعمل وهتصدق هنا ولا انتبه. ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. ما هنا برضو كان عندي سؤال، ان بعض الاموال بتاعت عن طريق حرام ومع ذلك الناس برضو بتحاول نقول تطيب المال، فبتخرج الصدقات وتعمل موائد رحمن ومبارك يقول يعني من الافعال من اخذ مالا من حرام واراد ان يطهره، ما خدي بالك بقى، بشيء من الانفاق او الصدقات او الزكاه، كمن طهر ثوبه بالبول. انت بتعمل ايه؟
يعني انت بتعمل ايه؟ للاسف الاساس والاصل عندي انه عندك. طب افترض ان بعض الاشخاص اتوا المال عن طريق الحرام ولكن يريدون ان يتوب الله سبحانه وتعالى ويتصدقوا. والله الموضوع ده يعني مختلف فيه، ولكن انا يعني انا الذي يعني اوقن به انه لابد ان يتخلص من كل كسب حرام، بل كل ما نبت من يتخلص ازاي؟ يعني يلم الاموال ويحرقها ولا يعمل ايه؟ لا هقول لك، هو حته الاموال التي كسبت او اخذت عن طريق حرام لها يعني، هو احنا قلنا ايه اصلا؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيب. نعم. ولكن لها مصارف، يعني هو مصرف، انا بعتبر مصرف واحد في الحته دي اللي هو الغريمين. ليه؟ الغريم كده كده في مشكله، في دين عليه وصل امانه، هيتحبس، هيعمل كذا، خلاص انت عايز تتخلص من المال ده انفقه. انت على الاقل ان ما خدتش يعني اجر المال بسبب، انت في نفس الوقت اخرجت رجل من ضيقه ما او من سجن ما، غيرت حياته، وقد تكون غيرت حياته الى الافضل. ولكن احنا مش هنحرق المال خالص. ما هو برضه بقول لك ايه اللي بقول لك، انا حطيت مال في مكان ما، او قضيت مال لواحد بطريقه ربويه، ولكن يا شيخ انا مش عارف اعمل ايه. اقول له لا بص، انت شوف حد مدين اديله المبلغ ده اللي هو يعني اتخلص منه في نفس الوقت. يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان افضل طريقه للصدقه هي الغارمين. مش لا بصي، الصدقات انما تصرف حسب الاحوج في الاحوج. لما حتى النبي صلى الله، المولى تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء. يعني برضو أنا حتى الترتيب، ترتيب المولى تبارك وتعالى في إخراج الصدقات أو إخراج الزكاة له حكمة. فأنا يعني قد أجد غريب، وقد أجد من هو بحاجة إلى العلاج، فقير لا يجد العلاج، أو في حاجة إلى عملية في الغد مثلا، وده قدامه شوية واخد مهلة شهرين. طب ما هو أبادر حضرتك القرآن الكريم تحدث عن برضو الأشخاص الذين تذهب إليهم الصدقات. طب إحنا عايزين نعرف مين هم برضو، ما هم مذكورين في آية في القرآن الكريم، ولكن هنعرفهم بالتفصيل، وهل هم بالأولوية ذكرهم القرآن الأولى ثم فالأولى بعد الفاصل. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مشاهدينا وكملين معاكم في برنامج صنائع المعروف، ومعانا فضيلة الدكتور أحمد فضل الباحث الإسلامي. أهلا وسهلا بحضرتك. كنت سألت حضرتك قبل إحنا ما نخرج فاصل إن الله سبحانه وتعالى ذكر المستحقين للصدقات في القرآن الكريم وصنفهم، فعايزين نعرف هل تم تصنيفهم على الأولوية، إن الأولى ثم الأولى، ولا تم التصنيف إزاي؟ طيب، أولا قال المولى تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي الرقاب والفقراء، من الصدقة الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. طيب، إذن لازم نأصل بقى الترتيب الذي جاء في القرآن، هو ترتيب بالفعل يؤخذ به في حالة أن يتساوى هذا وهذا وهذا. ولكن أنا مثلا أولا إيه الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير الذي محتاج ويظهر حاجته، يعني يمكن يسأل حد أنا عندي تعبان، أنا عندي عايز كذا، ده فقير. المسكين هو الذي يعني بحاجة إلى المال، ولكن عنده بعض الشيء، يعني ممكن يكون عنده بيت وقاعد كويس في بيته، لكن محتاج بعض الأشياء التي يعني. ولذلك مسكين جاي تأتي من المسكنة، هو مش مظهر للناس أنه فقير، ولكن هو إيه بينه وبين الله في حاجة إلى المال. فإذا الفقير، بعد كده المسكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم. من وفي المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم الذي يرجى إسلامهم، يعني أناس ليسوا على دين الإسلام، حتى البعض اختلف في المؤلفة، لكن هو الأصل الصحيح، التأصيل الصحيح أنه أنا كنت أقول لحضرتك أن في بعض الآراء بتقول أن الصدقة تخرج فقط للمسلمين، المسلم إذا كان في حاجة. وبعدين عايز أقول لك، ما احنا لازم مش كل
غير ما هو غير مسلم يعني أخرج له. أنا بقول إيه المولى قال إيه؟ والمؤلفة قلوبهم. من يظهر منه المعاملة الحسنة تجاه المسلمين. لكن هذا قد يكون يسب في الإسلام ويظهر كراهيته للإسلام ويعني ووديه على الفقير المسلم أو المسكين المسلم، هذا من الخطأ. يبقى المؤلفة الذي قد يرجى إسلامه من ويظهر هذا من معاملاته من بعض كلماته من بعض معاملاته مع المسلمين. تمام. والمؤلفة قلوبهم والعاملين على وفي الرقاب. فالترتيب أساسا إنما هو بالفعل يؤخذ به حسب الأولوية. ولكن أنا دلوقتي عندي فقير زي ما قلت لحضرتك عنده يعني محتاج يعمل عملية وفأمس الحاجة أو حتى مش هيعمل عملية ولكن لا يجد ما يتقوت عليه. هنا الأولى يعني أروح مثلا يعني أديه للعاملين عليها ولا أدفع ثمن العملية ولا أدي للفقير ده؟ إذن فكلما إذا بقى ما عندنا مال كثير كل يأخذ على قدر حتى عشان برضو وهلفت نظر الجميع هنا في حتة والعاملين عليها، لأن بعض العاملين عليها يعني قد يأخذون يعني يستزيدون في الأخذ بحيث العاملين عليها. عايز أقول لك العاملين عليها كلما إذا كنت في حاجة، يعني إذا وسع الله عليك وأنت لست في حاجة إلى ذلك فتبرأ منه. يعني حتى يعني برضو وإن كانت الصدقة إنما هي مال أحله الله وأيضا العاملين عليها باب يعني فتحه الله للعاملين عليه، ولكن إذا وسع الله عليك وكنت في غنى عن هذا فيعني الأولى لك أن تتركه لغيرك أو تتركه لباب من هذه الأبواب. ففي كل الأحوال هذه المصارف التي بينها الله تبارك وتعالى. بس للأسف إحنا في الزمن بيصعب أن أنت تعرف الفقير من المسكين من كل الأصناف التي تم ذكرها، خاصة أن إحنا بالله كم المتسولين في الشوارع كتير جدا، كم برضو الذين يتركون على الأبواب كبير جدا. فأنا دلوقتي ابتديت في حيرة من أمري، طب ده محتاج ولا مش محتاج؟ تمام فهمت حضرتك. هنا يأتي دور المؤسسات اللي هي يعني على مثلا بتكون عن طريق الجمعيات. أنا يعني احيانا بكون ماشي برضو حته الجمعيات والمؤسسات، ان في الجمعيات للاسف ما عندهاش قاعده بيانات، بمعنى ان كل جمعيه في المفروض يبقى في قاعده بيانات عامه ان انا اعرف الحالات اللي عندي ما تكونش عند الجمعيه الثانيه. ده مش موجود على فكره، هو ده الخطا بقى. فبالتالي انا ممكن حد يجي يعني يتمسكل لي او يدعي الفقر وهو كنت واخد من جمعيه ثانيه. ما احنا ممكن نعمل حاجه ده كمشروع. يعني انا يعني درست الحته دي لان يعني عايز اقول لك ان يعني احتكيت بالعمل في الموضوع ده. كل شارع تقريبا فيه مسجد. نعم. المسجد هو الذي يستطيع ان يتحرى عن اهل منطقته. يعني انا دلوقتي مسجد في شارع الفلاني، المسجد ده امام المسجد او العاملين في المسجد او اللي بيصلوا او المريدين او اداره المسجد عارفين مين في الشارع ده يستحق ومن لا يستحق. كل ما في الامر انه بيكتبوا او يعني عندهم سجلات بالاسماء التي تستحق الزكاه في الشارع الفلاني. طيب انا المسجد ده مسجدين ثلاثه هنا نبدا يعني نتواصل مع جمعيه احنا او خمس مساجد في المكان الفلاني عندنا بيانات بالمستحقين عايزين ليهم كذا. تبدا الجمعيات تتعامل عن طريق المساجد وتتعامل عن طريق الناس اللي في الشارع دي. مش كل فعلا يعني انا احيانا بقول لحضرتك كنت ابقى ماشي في طريق الاقي مسجد عليه زحمه من النساء. بصراحه المنظر مش كويس خالص. يعني اقول طب هل كان اولى من مش كان افضل للمسجد ان يعلموا بهؤلاء ويذهبوا اليهم الى البيت بهذه الحاجه؟ يعني طوابير يعني المفروض ان هذا الشيء يؤتى بعز، يعني نذهب الى الفقير الى بيته. اما حته التسول بقى يعني انا في هذا الزمن للاسف بتشوفي طبعا اللي شايل عيل وبتشوفي يعني اولا يعني حتة قد يعني بنجد أو نسمع عن أو نقرأ عن أناس يختطفون الأطفال ويتسولون بهم. وفعلا أنت بتشوفي بيصعب عليك الواد اللي حطها على حجرها ده وخلاص النظرة الأولى كده غالبا. أنا بستغرب يعني إلى من الكلام ده من قد إيه؟ بس إحنا بقى لما نيجي نشغل المنطق والعقل فالمفروض إن أي أم او اي اب او اي اسره المفروض ان هي تخاف على ولادها، ان دول زي ما بنقول فلذة الاجباد. تمام. فما ينفعش يعني اشوف واحده قاعده بعيل في نص الليل في الشارع واروح طب اقعدي لوحدك مثلا. انا ليا كان ليا وجهه نظر في القصه دي.
تم كل من تسأل الناس بولد أو ببنت أو بطفل تجرم، ما هو دي يعتبر جريمة، يعني يجرم هذا الفعل. ما احنا لو هنتكلم عن القوانين والمفروض ان لازم احنا نحاول نغيره. انا دلوقتي عمال اعاني من اختطاف الاطفال، الاطفال مختطفة والموضوع بيزيد كل يوم. برافو على حضرتك، ومع ذلك انا ما عنديش قانون بيجرم من كنظام بقى او كدولة. انا اجرم كل من تحمل ولدا او طفلة او طفل وتتساول به، بمجرد ما بقى هذا قانون وقبض على ثلاث اربع حالات خمس حالات خلاص هيختفوا اصلا، انتهى خلاص. يبقى انا الموضوع انا في ايدي، انا كل اختطاف الاطفال وكل الجريمه. البحث في القانون حلو يعني، جميل قوي انك بيديك. طب ما انت انا عندي مشكله، طب ابحث فيها ازاي؟ هو قانون ان انا او يعني من الشفقه انا كمسؤول اسيبها تتسول بولد او ببنت او بطفله؟ ما تيجي نطلق مبادره ونحاول ندعو بعض النواب يعني اللي سن قانون تجريب. انا يا ستي انا كراجل باحث في الشريعه وباحث في القانون بدعو المسؤولين من خلال شاشاتكم المباركة إن شاء الله أن يكون هناك قانون يجرم التسول بالأطفال. تجرم كل امرأة تحمل طفلا أو طفلة، يجرم عملها ويقبض عليها على الفور، وتتبضع تتحط بها في مادة قانونية قانون كذا وتعاقب بكذا. دي أهل التشريع هم اللي يحطوها، لكن لازم يجرم هذا العمل. أنا أفضل لحد إمتى يعني؟ معلش، ما هو انت برضه ممكن تكون في مكان، حتى قوانين نجدة ممكن تكون في مكان بتشتري حاجه، ما طبيعي هتسيبي ابنك لحظه، بنتك هتسيبيها لحظه، مش هي كده، مش عشان بعد يقول لك وهو كانوا سايبين ولادهم ليه؟ ما ينفعش اي واحد منا ممكن يخرج بالفعل كده يشتري حاجه تروح منه بنته او تروح منه ويروح ابنه وابنه، وبعد كده ياخده يتكسب بيه. طب تخيلي، شوفي يعني في الحته دي هنقضي على جريمة كفاية، بس انك تقضي على جريمة اختطاف الاطفال. ما هو هيسرقوا ليه بقى؟ هيسرقوا عشان يربيه، ما هو مش هيستفيد منه. يبقى اذا المنفعة، انا بقى انادي اهو المسؤولين، ودي اول دعوة ببرنامج صنائع المعرفة، بسن قانون يجرم التسول بالاطفال. ده هيريحني كتير جدا، وهيكون وهيوجد حالة من الامان. انا ليه ساكت؟ يعني الكلام ده من قد ايه؟ من سنين، وما زال واقعد اعيط وابكي، والولد ضاع، والبنت. طب انا ليه اديها الفرصه؟ ليه هي بمجرد لو عرفت ان ده جريمه وان اي بوكس جاي ممكن يعدي يلاقيها مع الولد هيشيلها، مش هتشوفي معاها ولد، مش هتشوفي معاها بنت خالص. يعني حتى ابنها معلش هتخليه في البيت وتمارس، لان اولا حتى يعني الولاد بيتسربوا من التعليم. يعني تربيه بيبقى شوارع، كم الانتهاكات والخواطر اللي بنعرضها للطفل في الشارع. فانا برضو فين نجده الطفل؟ فين الامومه والطفوله؟ يعني كل ده في الموضوع ده، مش هنفضل في اللي كنا فيه نفضل فيه وهكذا يعني بدون اي تغيير. لا، احنا بنقول اهو الاصل. بصي، الموضوع ده موضوع عام. يعني انا عايز اقول لك حاجه، في مثل يقول لك ايه؟ ان كان جارك في خير انت في خير. يعني حتى لما انا اتكلم والله لما بتكلم على الاخلاق حتى في الدراما اللي بتوصل للناس، واحد يقول لي طب اقفل التلفزيون. طب انا اقول له يا عمي، طب انا لو قفلت ما هو جاري هيسمع، هيمارس هذه الاخلاقيات، انا اللي هوزة في الاخر. فالموضوع مش موضوع ان انا اتفرج او لا، الموضوع ما الماده اللي تبث لابد ان تكون ترسخ فينا اخلاقنا وقيمنا ومبادئنا وديننا قبل كل شيء. واخد بال حضرتك؟ للاسف ده اللي موجود دلوقتي على الشاشات، يعني يرسى لهم. ما هو انا مش عايز اتطرق الحته دي، انا ده حاجه تجيب يعني فعلا نهار ما تقعدي تبحثي كده، لا ده في حاجه مش طبيعيه. يعني حتى زمان البرامج كانت إيه بتعتمد، يعني عايز على اقول حاجه، ايه المقصد؟ بتعتمد على الفنانين. ايه المقصد من انك تعمل برنامج تنفق عليه مئات الملايين تروح فيه الناس وتخوف فيه حد يعني لا انا يعني والله انا والله لا تصل لمليارات، مش عايز اقول حد، انا عايز اقول ليه ايه المنفعه العامه للناس؟ ايه المنفعه للشعب؟ ايه المنفعه ليا انا؟ ايه المنفعه في العلم؟ لما اجيب واحد فنان ولا واحد فنان واقعد اساله عن حياته الشخصيه، ما انا هيهمني في ايه؟ انا مالي؟ معلش انا مش عايز ادخل في الحته دي، لكن انا عايز اقول قدموا للناس ما ينفع الناس، قدموا للناس مش هقول لك ايه لا اقعد اليوم كله في كل القنوات قران وسنه، لا يا سيدي يعني لا ما قلناش كده على فكره. اخدم البحث العلمي،
اخدم الناس يعني كافي الناس وخلي الناس المشهوره اللي هي تتقدم في العلم وتقدم شيء مفيد للبلد. شفت قد ايه؟ ايا كانت ديانته بس حاجه تنفع البلد، حاجه تنفع الناس. لكن انت العبث وال يعني السفه اللي بيحصل ده والخبل، الحاجات اللي فعلا والله فعلا اقصي، انا قلت لاولادي ممنوع التلفزيون نهائي. نعم احنا ايضا قطعنا، انا من الناس اللي قطعت برضو التلفزيون في رمضان الا بعض الحاجات القديمه. فاحنا بننادي يا اخوانا، احنا عايزين بلدنا تتقدم، عايزين بلدنا تكون في احسن حال ان شاء الله، وبلدنا مش هتتقدم الا بالعلم وبالبحث العلمي وبالاهتمام بالتعليم وبالعلم، مش بالعبث ده والسفه اللي بيتقدم للناس ده. والله المستعان للاسف. طيب كلمه عن فضل الصدقات، وعايزين برضو يعني ندعو الساده المشاهدين للتبرع لجمعيه صله. جمعيه صله جمعيه خيريه بتهدف لرعايه الايتام ومساعده الفقراء والمحتاجين، بل نسعى لاقصى من ذلك. فاحنا بنسعى لبناء المساجد وتعميرها وحفر الابار. يعني احنا هيبقى فيه في الجمعيه ان شاء الله انشطه خدميه وبعض المشروعات للاسر الفقيره. فبنتمنى كده دعوه للساده المشاهدين ان هم يشاركوا معانا، واطلاق مبادره صنائع المعروف تبقى من المشاهدين مش من الجمعيه نفسها. والله احنا بنسمن هذا الكلام وبندعو الناس ايضا للمساهمه في، لانك كما قلت لي واخبرتيني ان الجمعيه تقوم على كفاله اليتيم، تعمل على مساعده الطلاب العلمي، يعني ابواب الخير كلها تكون موجوده ان شاء الله في الجمعيه. فنحن ندعو الجميع ان يتواصلوا مع الجمعيه ويكونوا من الرعاه او من المساعدين في لهذه الجمعيه، ووفق الجميع الله الجميع لكل ما يحب ويرضى ان شاء الله. طيب انا معايا اتصال تليفوني من الاستاذ سيد سوهاج، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. الصحه والسلامه سعادتك. احنا فندم من محافظه سوهاج مركز المراه. اهلا وسهلا. عباره عن اسره تتكون من زوج وزوج وابن وحيد سعادتك. انا زوجي عندي حاله مرضيه نادره سعادتك، يعني اخجل من ذكرى امام الساده المشاهدين امام السيد الضيف اللي عندك في الحلقه. عندي اوراق تثبت سجلير طبيه رسميه سعادتك تثبت صحه صدق كلام. قبل ما اروح الحمام مع عليك يعني اتم قضاء الحاجه دون اللجوء للحمام، عندي العضلات ميته في ظهري وبطني. ربنا يشفيك ويعافيك. عشان عليك كل جراحه اروح لسعادتك يقول لي ما ينفعش الجراحه، انت تمشي على علاج لحد ما ربنا يقبلك بالعافيه. طب يا فندم انا مشيت على علاج مع عليك اصبحت مديون للناس كلها دلوقتي. وعندي الزوجه كذلك الامر تعبانه عندي عمليات جراحيه، وعندي ابني الوحيد ده عنده نفس الحال. وعندي البيت ده سعادتك ما فيهوش اي رفاهيه من الحياه تشكر. يعني انا مشاعر الكريم حاليا حتى كرزونه رمضان ما دخلتش في البيت عنديني. ومديون لكل الناس بره سعادتك، حاسين فيهم الصيدليات. وجبت قرض من جمعيه باسم زوجي حسيت منه كل شهر بغرض احنا نوفي جزء من الديون اللي عليني برضه سعادتك مش في المستطاع. وتعبني يا فندم في عشان تعب، توقفت على العلاج من قبل رمضان بحوالي شهر مع عليك. طيب ونسلم امر لله وفوض امر لله مع عليك، بس مش قادر اشتغل حاجه نظرا لظروف الفيروس ونظرا للظروف الخاصه بيا اللي هي الام المرض يعني. طيب يا استاذ سيد، حضرتك هتسيب لنا بيانات حضرتك ورقمك مع الكنترول، وهم ان شاء الله هيتواصلوا مع حضرتك بعد كده، وباذن الله يعني نحاول نجد متبرع لحضرتك ان شاء الله. وانا بدعو كل اهالي سوهاج ان هم يتواصلوا مع الارقام اللي موجوده على اسفل الشاشه على قناتنا يعني للتبرع للحاج سيد، ونتمنى ان احنا نجد متبرعين سواء من سوهاج او من اي مكان في مصر. شكرا لحضرتك يا حاج سيد، وان شاء الله خير باذن الله. طيب احنا برضو نرجع نكمل حديثنا عن فضل الصدقات. في طبعا مقولة بتقول ان الصدقات بتنجي من كثير من الهواء من المهالك او من الكوارث. فماذا صحة المقولة دي وكيف تنجي من الكوارث؟ طيب لابد ان احنا نعرف البداية في فرضية الصدقات او الزكاة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى البداية في الزكاة او في الصدقات هي يعني ايه الفرق بين تطهرهم وتزكيهم؟ تطهرهم اي تكون سبب في تغفر بها ذنوبهم، وتزكيهم وترفع بها درجاتهم ومنازلهم عند الله تبارك وتعالى. يبقى الاصل في الصدقات مش اجر في الاخره فقط، الاجر في الدنيا
لما تعرفي اولا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن معنى الكوارث بقى ايه، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه، ومن ستر مسلما ستره الله فين في الدنيا والاخره. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه فين في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يعني انت بصدقتك دي استجلبت عون المولى تبارك وتعالى، عون المعين الجبار الملك الذي يقول للشيء كن فيكون. لازم نأصل كده، ما هو حتى في كل حتى لو انت في ضيق اخرج صدقه والله في عون. ولا يعني عايز اقول لك يعني مثلا لو انت معاك 100 جنيه وحد طلب منك اتصل عليك عايز منك 10 جنيه اخرج ال 10 جنيه، ال 10 جنيه دي وما انفقته من شيء فهو يخلفه والله خير رزقين. يعني ايه وخير رزقين؟ ربنا هيزيد المال ده، وما نقصت صدقه من مال، وما نقص مال من صدقه، وما زاد الله عبدا عافيا. فالاصل ايه؟ ان بالفعل الصدقه تنمي المال وتزيد المال وتغفر الذنوب وترفع وترتفع بها الدرجات وتكشف بها الكرب في الدنيا والاخره، وييسر الله على المتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء في ظل صدقتي، عارف يعني ايه؟ يعني في يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يلجم العرق والجبن والعياذ بالله. هناك أصناف من الناس سيظلهم الله تبارك وتعالى في عرش في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى. اللي هم من بقى اللي هم من ضمنهم، لما ممكن أقول لك الحديث السبعة، إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فالشاهد هنا فين؟ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت إيه؟ يمينه. يبقى كلما نؤصل أن للصدقة الأجر في التيسير وكشف الكربات وخروج الناس من المآزق، بل وزيادة المال، ما نقص مال من صدقة، وما أنفقت من شيء فهو يخلف، وربنا يزيد المال الذي كلما أنفقت منه. ما هو برضو بعض الناس عندهم فهم كده، يعني فهم اللي هو إيه؟ طب أنا هنفق وأنا يعني ممكن المال ينقص، لا أقول له بل انفق لكي يزيد مالك، كلما تصدقت وكلما أخرجت كلما زاد مالك. والله فعلا وده واقع عمل فعلا، يعني كتير من الناس يقول لك. طيب إخراج الصدقات هل يجوز على الأهل؟ يعني مثلا الزوجة أو الزوجة أو الأم أو الأب أو طبعًا الابن الخالة العم، إذا كانوا من الأصناف دي بالك من المحتاجين، طبعا من المحتاجين هم الأقربون أولى بالمعروف، بل بالعكس عايز اقول لك الحال. طب هل الزكاه ايضا تجوز عليهم؟ لسه جاي لك، خدي بالك عايز مهم جدا يعني اربط الحته دي اللي هي ايه؟ هو الزكاه اساسا في الاساس ايه الحكمه منها؟ حكمه مشروعيه توسيع على الفقراء والمحتاجين، التكاثر الاجتماعي. عايز اقول لك ان قريبك او قريبتك بصالك في يعني شايفاك قريبه منك، لكن الفقير البعيد مش شايفك. فهو قد يكون منتظر منك ولكن مش قادر يسألك. فهنا هو تأتي الأولوية له، لأنه مطلع على حالك وعارف أنك أنت عندك. فقاعد مستني منك شيء، ولذلك أصل المولى تبارك وتعالى في القرآن الأقربون أولى بالمعروف. لأنه شايفك فقد يؤذى من سعة الله عليك وعدم عطائك له. فهو كده قاعد متضرر، قاعد مستنيك ومش قادر يتكلم. فانا بقول لك سواء كانت الزكاه بتقولي لا ده في الزكاه طالما انه محتاج، وطالما انه من الفقراء او المساكين او المحتاجين، هنا يعني هو الاولى من غيره والاولى من البعيد. فليه؟ لان اذا كان اصلت لحضرتك ان هو مطلع على حالك شايفك قاعد مستني، ولكن قد يمنعهم برضه حته القرابه بتبقى فيها شيء من ان مش لا مش هقول لقريبي او مش ممكن يقول لبعيد شويه عشان ما يطلعوش عليك. فانت لازم تبادر بقى. كلما وسع الله عليك وسع على أقاربك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص إنك انتظر أهلك أغنياء خيرا لك من أن تنتظر الفقراء يتكففون الناس. أكيد حضرتك. تمام. طيب أتكلم بقى عن الزكاة، بس قبل ما أتكلم عن الزكاة أنا كنت عايزة أعرف أنواع الصدقات، هل الصدقات فقط مال ولا ممكن تكون أنواع أخرى؟ لا طبعا، يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة،
الأمر بالمعروف وصدقة، النهي عن المنكر صدقة. ولذلك حتى لما بدأت معك البرنامج صنائع المعروف، كل يعني كل معروف عمل صدقة. صالح وإفراغك من دلوك في دلو أخيك، يعني أنت لو تساعد أي حد، يعني مثلا معلش جاية مدينة الإنتاج بعربيتك لقيت واحدة أخت جبتها معاك، دي صدقة. مساعدة المحتاج ومساعدة من يريد المساعدة أو من في حاجة إلى المساعدة صدقة. كل يعني تبسمك وجه أخيك صدقة، كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله عز وجل يعد من الصدقات. في آية في القرآن الكريم بس مش فاكرها كويس، اللي هي يعني تولوا عينهم تفيض من الدمع، ما كانش معاهم حاجة ينفقوا. أيوة أنت قصدك يعني المفروض أن احنا إذا كان المرء يعني حتى المولى سبحانه وتعالى يعني برضه في حتة الإنفاق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نعم. خدي بالك بقى في حتة إيه، أول حاجة إيه؟ عدة المتقين صفاتهم إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني إذا كنت أتكلم عن الإنفاق، لا فأجر الإنفاق كثير، يعني وأنفقوا مما رزقنا، حتى لما خدي بالك المرء تأتيه المنية أو يأتيه الموت ويكون في وقت الاحتضار، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. كثير بنذهب لحتى أكون من الصالحين، لكن البداية إيه؟ فأصدق. سبحان الله، ما قالش أي عمل، يعني ما قالش أجاهد، ما قالش أفعل عمل عظيم، لكن قال فأصدق وأكن من الصالحين. عارفة ليه؟ قيل أنه لما اطلع، خلاص بقى ما بقى في، خلاص بقى بيرأى الملائكة الآخرة يدخلون عليه في آخر حياته، إذا علم بعظم أجر الصدق في الوقت ده. لا هو ما لقاش الصدقة من نفسه، لا ده هو عالم بأعظم أجر الصدقة، فيريد أن يذهب وأن يخرج من حالة هذه من أجل أن يتصدق وأن يكون من الصالحين. يعني هذا ده تنبيه للناس إنك أنت إلحق وبادر دلوقتي، هيجي وقت فعلا وقت الاحتضار بالفعل، والله الذي لا إله إلا كلنا سنتمنى أن نتصدق بأعمال صالحة، أن نتصدق بإنفاق في سبيل الله، ولكن عندها لا يمكن العبد للأسف. يعني دي خلاص هو يكون في أمس الأمنية أنه يرجع ليتصدق وينفق. طيب أنا معي اتصال تلفوني، أستاذ علي من أسوان، اتفضل يا أستاذ علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أهلا وسهلا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي على شهر رمضان عليكم شهر مبارك. أشكرك يا فندم، تقبل الله إن شاء الله. تحياتي لحضرتك، ربنا يجازيك خير يا فندم. الله يبارك. ممكن بس أسأل بس سؤال؟ اتفضل. هل يجوز إخراج الزكاة لمن يعني كان يملك فيلا أو معه سيارة ولكنه يعني لا يملك قوت يومي، ولكن هو يعني كانت حياة مرفهة ثم ضاق به الأمر، فهل يجوز إخراج الزكاة على مثل هذه الأشخاص يعني؟ شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، سعدتنا باتصالك. ما انا بقى عايزه اتكلم سريعا لان الوقت ازف وخلاص الحلقه على وشك الانتهاء، فانا عايزه اعرف الزكاه مقدارها ايه ونوعها ايه ومتى يتم اخراجها، وما هو الفرق ما بين الصدقه والزكاه، دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو سريعا، دلوقتي هو كان بيسال حضرته سؤال ان يعني واحد هو كان غني ولكن ضاق به الحال وكده، وايضا المستعففين او اللي هم ما بيطلبوش، ولكن زي ما حضرتك قلت مسبقا ان هم مش بيطلبوا استحياء ولكن هم محتاجين. طب انا اعرف ازاي برضو وليه في ناس كتيره فعلا بتملك بيوت وتملك اشياء ولكن مش حكايه حتى وتملك قوت يومها، ولكن هي في احتياج اشياء اخرى، ربما يكون لتعليم، ربما يكون لمرض، ربما يكون لاشياء اخرى هي محتاجاه. انا عندي عربيه، عندي بيت، ولكن ربما اكون محتاجه حاجات تانية، حاجه الى مال يتزوج. استنى بقى لما يبيع بيت ولا لما يبيع عربيته ولا اساعده، تريد انه عايزين نساعدها في جهازها عشان من اجل الاعفاف او كده. يعني لا، هنا اللي احنا بنسميه المسكين. هذا هو المسكين، كلما كان في حاجه الى مال، حاجة تكفيه حياته الضرورية. مش كل ما بقى جوه أربع حيطان بقى غني وبقى ما يجوز عليه. بالنسبة لسؤال الأخ، بس عايز يعني احنا نقول هو يعني اللي كان
في طفره من المال وكان عنده كان عنده وابتلي ابتلاء وساءت حالته. هل يجوز؟ طبعا يجوز في هذه الحاله الذي هو فيها. كلنا معرضين للبلاء، كلنا معرضين للابتلاء. قد يكون الرجل عنده الكثير من الاموال في يوم ويصبح بعد يوم او بعد ايام ليس عنده شيء، أيترك هذا؟ لا، بالعكس يجوز الاخراج له طالما انه في حاجه الى ذلك، يخرج له من اموال الزكاه ومن اموال الصدقه، لا مانع في ذلك. الزكاه بقى انت زكاه الفطر ولا زكاه؟ لا، زكاه الفطر. زكاه الفطر، احنا اولا انت بتسالي هل في الزكاه او الزكاه ممكن تسمى بمعنى الصدقه اللي هي الفرض الركن، ممكن تسمى بمعنى بمعنى الفرض اولا وتؤخذ بمعنى الصدقه، يعني ممكن اقول زكي وانا اقصد بذلك الصدقه، وممكن اقول تصدق وانا اقصد بذلك الزكاه والصدقه. الصدقه اللي هو كل عمل ركن يعد له نافله، بمعنى الصلاة مثلا في فرائض، في أركان، في فرائض، في نوافل اللي هي قيام الليل اللي هي السنن المؤكدة والغير المؤكدة، الحج في عمرة سنة، الزكاة بقى اللي هي الفرض لها صدقات بتكون من النوافل اللي هي أنت خلصت أخرجت خلاص أخرجت زكاة مالك، واخد بال حضرتك؟ انت بعد كده بتبدا بقى تنفق على من يحتاج، تساعد المسكين، تساعد الفقير، ورغم انك انت اخرجت ما عليك من ايه؟ من الماء، المقدار الذي عليك من الماء. تمام. فاما زكاه الفطر بقى يعني معانا وقت قد ايه؟ دقيقتين. دقيقتين مش هنلحق، عندنا كتير قوي على زكاه الفطر، احنا عايزين بس نقول ايه؟ زكاه الفطر يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر او صاعا من شعير على الكبير والعبد والحر والذكر والانثى والكبير والصغير. وتخرج يعني وانت عايزه وقتها افضل الاوقات، افضل الاوقات من بعد، ولذلك احنا بنقول ايه اسمها زكاه فطر، زكاه فطر يعني خلص رمضان، يعني من بعد غروب الشمس اخر يوم في رمضان. لحد امتى؟ لحد صلاه العيد. الامام ابو حنيفه اللي هو البعض بيتشبث برايه في اخراج القيمه قال لك تخرج من بعد صلاه الفجر لحد صلاه العيد وفقط، وده وقت صعب جدا. اما راي الجمهور انها تخرج من بعد صلاه غروب الشمس اخر يوم في رمضان الى. طب انا ما ينفعش اطلعها قبل كده او بعد كده؟ ما ينفعش قبل بقى، هو بعض العلماء الوقت محدد ما ينفعش اتجاوزه، يعني انا ما ينفعش اطلعه من دلوقتي. انا لسه بقول لك من بعض التابعين اجازوا ان تسبق العيد بيوم او بيومين بس، لكن هنقول بقى في ائمه قالوا اجتهدوا تخرج من بداية رمضان، لكن هذا يعد يعني من الصحيح اسمها زكاه فطر، تخرج بعد ايه حتى تهرى للصائم من اللغو والرفث وتعمل المساكين، يعني بعد ما خلصت صيامك. تمام. انا حلقتي انتهت. فضيله الدكتور احمد فضل الباحث والكاتب الاسلامي نورتنا النهارده في الحلقه، وان شاء الله دايما يعني حضرتك متواجد معانا باذن الله، وهتبقى في حلقات ثابته. وانا برضو تاني بندعو المشاهدين للتبرع والمساهمه معانا في جمعيه صله، احنا عايزين ننشط الجمعيه، عايزين نساعد الفقراء والمحتاجين، عايزين يبقى لينا فريق منكم انتوا مش مننا احنا، منكم انتوا هم اللي يروحوا يساعدوا بنفسيهم الفقراء، وان كان في حد محتاج، ان كان يتيم، ان كان عملية أو أي احتياجا كان. أتمنى أن يكون في تواصل بعد الحلقة إن شاء الله على الأرقام اللي موجودة، وأتمنى أن يكون في فريق من المشاهدين، يعني فريق نسميه صنائع المعروف، وزي ما قلنا أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، هم أول من يدخلون الجنة يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل المعروف. أشكركم مشاهدينا وإلى لقاء آخر.